بعد الجدل الذي أثاره مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة في صفوف القطاعات التي لها صلة بسلك القضاء، عقد عبد الرزاق الكيلاني عميد المحامين ندوة صحفية أكد فيها أن الهدف من وضع مشروع قانون ينظم مهنة المحاماة هو أساسا توفير ضمانات قانونية للمتقاضين وتأمين السلامة والأمن القانونيين دون التدخل في القطاعات الأخرى أو المساس بصلاحياتها. ثم برشا جدل صار حوله، هو قانون معناها فيه عدة مبادئ جديدة تعزز من الضمانات المكفولة للمحامي ومن الحماية للمركز بتاعه وللوظيفة بتاعه، وهذه ضرورية ما يمكنش معناها نحسدوهم في هالمكسب هذايا، ونتمنى أنه يزيد يتعزز أكثر ويتطور أكثر. بينا في الندوة الصحفية اللي ما فما حتى اعتداء على مجال تدخل أي مهنة. نذكر اللي مثلا السادة الخبراء المحاسبين أصدروا الرئيس الخبراء المحاسبين بعث رسالة إلى السادة الخبراء المحاسبين يقول لهم اللي المشروع المرسوم هذايا يعني جاء مطابق لطلباتهم، بما أن قمنا بتنازلات فيما يتعلق بتحرير عقود الشركات التجارية هذا من جهة. بالنسبة للسادة عدول الإشهاد يعني المشروع يقول اللي راهو التدخل المحامي أو مجال اختصاص المحامي هذا دون المساس بمجال تدخل عدول الإشهاد. كذلك بالنسبة للسادة المستشارين الجبائيين، وإحنا قلنا لهم أعطيونا شنية النقطة أو النقاط اللي تراو اللي أنتوما معناها تشكل اعتداء على مجال تدخلكم، وهذا حتى حد ما نجم يقدمه، حتى حد ما قدمه، لأنهم هم عاجزين مش يقدموه، وهذا يمكن يفسر الضجة أو بين الظفرين ما سمي بالضجة حول مشروع المرسوم. الضجة هذه اللي ثارها القانون ما فهمناش علاش، يعني هذه مؤسسه يلزمها تعاود الهيكله نتاعها، يلزمنا نشاوروا الهيكل الاخرين باش نقوموا بالتحوير، هذا مش معقول. وما نراش بالنسبه للقضاة هي النقطه ممكن اللي اثارت شويه الحفيظه، هي قضيه الحصانه فقدانها طبيعيه وما توفره في عده معناها في القانون المقارن، وهي شرط من شروط القواعد الدولية لاستقلال المحاماة. عندنا 8000 محامي، فيهم على الأقل 5000 إلا كان مش أكثر شاب، ومش معقول كونه هالشباب هذايا باش نخليوه وباش ما نحيطوش به وباش ما نقربوش منه الهيكل نتاع المهنة نتاعو. يبقى مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة محل جدل وأخذ ورد، لكن على هذه الندوة تكون قد وضعت النقاط على الحروف ورفعت كل لبس في الموضوع.